بسم الله الرحمن الرحيم. الشوط الرايح والشوط العاشر للقحطان المفاريد انطلق على بركة الله تعالى، ونبدأ بإذنه تعالى مع أول المنطلقين وهذه الشعارات الرايحة. عبد الله بن ساعد الخضري مع المرعب، الله مرعبهم وصل، وهذا الشوط والله مرعب بألوانه الرائعة. عبد الله بن ساعد الخضري نعم، وثاني المراكز وصل سلامة بن عواد العطوي مع طناح، ولكن وصل عبد الله بن سليمان البلوي مع الكنز، ولكن متعب، نعم انه متعب. صالح بن بنية البلوي الله وصل متعبهم، ترشيح طلال البلوي مع متعب ايضا، ولكن ثالث المراكز وصل عبيد الله بن ساعد الخضري ايضا مع طناح، والله يا متعب، الله يا متعب، متعب متعب مع صالح بن بنية البلوي صاحب الاوزان الثقيلة، صاحب الترشيحات القوية، صاحب الاداء المتميز، ولكن ارصد لي وشوف من الذي وصل. ماجد بن سعد العنزي الحسيني والسلالات القوية، وصلت السلالات النادرة والسلالات المتميزة ايضا. عبد الله بن سليمان البلوي مع الكنز، الكنز، وهنا ايضا محمد بن محمد بن مرسان الهاجري مع المحيط، ولكن اعود اتعبتهم، والله اتعبتهم، اتعبهم صالح بن بنية البلوي، وخلى العصا ثابته ما بيها تحرك، هذا متعب لا ضروب الشوط، والله الرعب يحصل. الله شكرا لك يا صالح بن بنية البلوي، شكرا لك على الاداء. اطلع متعب روح واتعبني معك ابنادي اليوم، واروح وذيح بالصوت العالي. متعب وصل وغادر، غادر متعب، غادر متعب صالح بن بنية، وترشيح طلال البلوي، شكرا لك يا طلال. ثاني المراكز وصل ماجد بن سعد العنزي مع الحسيني، وثالثا وصل عبيد الله بن ساعد الخضري، وصل ايضا في رابع المراكز. نحيله الى لجنة الخط والتحكيم، وهنا دقيقتين و18 ثانية و36 جزءا من الثانية. شكرا لك ايها المتعب، شكرا يا